زلمه. هذا كله مكان يلا. يلا الصحافه يلا كله مكان. يلا. لا شو هي ولا يقول لك شلون السوق من هرطون انا اجي وراها. ملايين هذه ابو حاج. لا اتلاف المواد المخدره التي تم ضبطها والمتعلقة بهذه الأحكام، حيث تم الانتهاء من عرضها على المحكمة والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإتلاف هذه المواد، حيث سيتم إتلاف أكثر من 467,343 ألف حبة أترمال و1126 فرش حشيش في هذه اللحظات. ولذلك في هذا الإطار نؤكد على ما يلي: ستستمر وزارة الداخلية والمتمثلة بأجهزتها الأمنية وعلى رأسها شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة، ستستمر في اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية المجتمع من هذه السموم وهذه المواد المخدرة، ولن نسمح لتجار المخدرات في الاستمرار بهذه الجرائم بحق مجتمعنا. وكذلك أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكما بالإعدام أيضا حضوريا بحق المدان عين قاف، حيث ضبط بكمية كبيرة من عقار الأترامادول ولديه عود مرتين. كذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بالحبس المؤبد بحق المدان هاشين، حيث ضبط بكمية كبيرة من عقار الأترامادول. وكذلك الحبس المؤبد بحق المدان ياقاف، حيث ضبط بكمية كبيرة من عقار الأترامادول. نرى تحقق الردع العام إن شاء الله، وخلال فترة عام أو أقل إن شاء الله سيكون ليس من الصعوبة بمكان الحصول على المادة المخدرة، بل إن شاء الله من المستحيل. العسكرية على مواصلة جهودها في مكافحة الإتجار بالمخدرات. افتح يا محمد، ايش تسوي انت قاعد؟ احنا في فتح المدينه يا حبيبي. روحوا لك كلكم يا شباب تعالوا هنا. تعرف دقيقه بس في الوعد ظهر الكتر من جهنم قاعد. صوروا يا محمد صوروا خبر. ولا زي ما انت شايف قاعد تمام الروض مشي. حدا يحرك.